بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة والإعداد أولى إعدادي. إذا نستأنف مع أنو دو ميتيزم، إذا عام من الصمت. اقرأي. أنو دو ميتيزم أن إتيديا أمريكان دو 18 أن أنتامي جدي ديغني دان لنيو جيرسي إن بيريود دو 12 موا دو ميتيزم توتال بور تنير سان باري دان دو سيلانس بريت بانف كي أفي ملتيبليي les interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative ne s'exprime plus que par geste ou mail ou phrase email ou phrase griffonnée sur un tableau. Il explique sur son site internet www.notspeaking.com que son but est donc une société trop bavarde d'observer la société et d'écouter les gens parler. بارك الله. نستأنف مع القطعة. إذن سنرى الأسئلة. عندنا هنا دو اتيري سو تكست. شنو المقصود بهم؟ دو اتيري سو تكست. هاد او شنو تتعني؟ او أين؟ إذن دو هي من أين؟ هذه الأولى. دو هي من أين؟ ياك أو هي أين؟ دو أو ولات عندنا دو، ما غنقدروش نقولو دو أو، عندنا دي من بعد منا أو، هذا ستين فويال ياك؟ يعني صوتي، ثم عندنا أو مبدوءة بفويال، يعني أن مبدوءة بصوتي. إذا معروفة في اللغة الفرنسية ملي تتلاقاو جوج الكلمات بحال هاد النوع، تتلاقاو كلمات أو أداة كلمة. إذن الأولى تكون في الأخر ديالها صوتي، الكلمة تكون مبدوءة بصوتي، تنحتو الصوت الأول وتنوضعو أبوستروف، تنحيدو ديك أو. أش كندير أبوستروف؟ تندير أبوستروف. أش كاين جوج فويالات إذن إليا دو فويال كي سونكونتر، إليا دو فويال كي سونكونتر. إذن تيكون عندنا دو فويال كي سونكونتر، أون سيبريم لا بروميير، أون سيبريم لا بروميير. إذن عندنا هنا دو يعني من أين، أي يعني هو، دو يعني من أين، أي يعني هو، يعني من أين هو تيغي، تيغي هذا لوفيرب تيغي يعني جرى، المقصود به هنا أخذ. ممكن أننا نقول دو إي بخي سو تكست، من أين أخذ هذا النص. إذن هاد دو إي تيغي، دو إي تيغي يعني من أين أخذ سو تكست هذا النص. في اللغة العربية نقول من أين اقتطف هذا النص، يعني منين قطعنا هذا النص. هذا النص اللي عندنا هنا قطعناه من واحد البلاصة كان مكتوب فيها وخديناه منها. شنو هاد البلاصة اللي خديناه منها؟ مكتوبة هنا. هي هذيك. إذن هي اللي مكتوبة لتحت في الجناب ديال. إذن شنو هي دابخي؟ دابخي ليبراسيون. دابخي ليبراسيون. دابخي ليبراسيون. مغدي 5 سبتمبر 2000 تخدا من هاد الجريدة في هاد النهار، هذا من واحد المقال تنشر في هاد النهار. هاد الجريدة نشرت المقال نهار 5 سبتمبر في سنة 2000، فهمتي؟ إذن هادي جريدة لا ليبراسيون، فهمتي؟ إذن سنقول لو تكست اي تكست خي دو ليبراسيون، يعني أن النص اقتطف من ليبراسيون. إذن نقول لو تكست اي تكست خي دو ليبراسيون. عاودية. لو تكست اي تكست خي دو ليبراسيون. لو تكست اي ان تكست خي اي تكست خي لو تكست. اذا نقول لو تكست اي تكست خي دو ليبراسيون بيان لو تكست اي ان تكست خي. طبعا الحال في الاول تنستعملوا لو فيرب ملي تنقولوا لو تكست اي تكست خي. اش من فيرب هذا اي تكست خي؟ اش من فيرب هذا؟ سي لو فيرب اكستخير. سي لو فيرب اكستخير. وتنقدروا نقولوا لو تكست est un extrait de libération، يعني ان النص هو مقتطف. هنا تنتكلموا على اسم. في الاول استعملنا لو فيرب اكستخير، قلنا لو تكست est extrait، لو تكست est extrait يعني ان النص مقتطف مأخوذ ومقطع من واحد المقال من واحد الجريده. ممكن اننا نقول كما قلنا الان لو تكست est un extrait،
يعني أن النص هو مقتطف. إذا كاين هذا الاسم هذا، فهمت ولا لا؟ دو ليبيراسيون. ممكن نقول لو تيكست ا ايتي بري دو جورنال ليبيراسيون، يعني أن النص أخذ. إذا لو تيكست ا ايتي بري، اش من فيرب هذا؟ ا ايتي بري، اش من فيرب هذا؟ سي لو فيرب سي لو فيرب بروندر، بروندر جو برون، هذه في البريزون. لو تيكست ا ايتي بري دو جورنال ليبيراسيون، يعني أن النص أخذ. طبعا عندنا لو فيرب بروندر في الباسي كومبوزي، ولكن راه في لافو باسيف، بحال تنقولوا في المبني للمجهول. بدل أننا نقول لوتور يعني الكاتب ا بري لو تيكست، يعني أن الكاتب أخذ النص، فهمتي؟ دي جورنال ليبيراسيون، يعني بدل أننا نقول بأن الكاتب أخذ النص من الجريدة التي تسمى ليبيراسيون، بدل أننا نقول لوتور ا بري لو تيكست دي جورنال ليبيراسيون، بدل أننا نقول بأن الكاتب أخذ النص من جريدة ليبيراسيون، إذن ماذا نقول؟ لو تيكست ا ايتي بري، يعني أن النص أخذ في الماضي. أما لا قلنا لو تيكست اي بري، يعني أن النص مأخوذ الآن، فهمت ولا لا؟ يعني على عكس الصرف العادي. علاش؟ لأننا تنتكلموا على النص بأنه أخذ، شكون اللي خذاه؟ ما عرفناش شكون، تنعرفوا غير هو تخذاه، يعني بحال مبني المجهول، ما تنعرفوش شكون اللي خذاه. أما إلا قلنا الكاتب خذا النص، واش عرفنا شكون اللي خذا النص ولا لا؟ يعني الكاتب. إذا هنا تيكون مبني للمعلوم، تيكون هاد الكلام مبني للمعلوم، يعني أنه معروف مولاه، معروف شكون اللي خذا، معروف الفاعل. أما إلا قلنا لو تيكست a été pris du journal Libération، يعني أن النص أخذ من صحيفة Libération. شكون اللي خذا؟ واش نذكر شكون اللي خذانا؟ علاش؟ لأن اللي تهمنا هنا، اللي تهمنا هنا بالأساس هو النص منين تخذا. هذا من حيث المعنى العام، فهمت ولا لا؟ علاش خذينا هذا الكلام بهذه الطريقة مبني للمجهول؟ لأن اللي تهمنا في الدرجة الأولى وهو النص منين تخذا، فهمت ولا لا؟ إذن لو تيكست ا ايتي بري دو جورنال ليبيراسيون. إذن اللي بغيت نقول لك هنا بأن هذا لو فيرب بروندر في لو باسي كومبوزي، ولكن في لافوا باسيف. هنا عندنا بحال إلا ترجمتها غتلقى لافوا يعني الصوت، باسيف يعني سلبي، بحال تنتكلموا على الصوت السلبي، ولكن ما غنمشيوش حنا مع الكلمات، فهمت ولا لا؟ حنا غنمشيو مع العبارة ككل، هي لافوا باسيف، هذه تتعني المبني للمجهول، وكم تعرف عليها، فهمت ولا لا؟ ملي تسمعي لافوا باسيف تنعرفوا بأن واحد الحاجة وقع عليها الفعل، ولكن ما تنعرفوش شكون اللي صدر منه الفعل، فهمت ولا لا؟ حنا دابا عرفنا بأن لافوا هو الصوت، باسيف هي السلبي. هذه من حيث الكلمات، حنا ما تتهمناش هذه المسألة، هي مزيان نعقلوا عليها، لأننا غنستعملوها في حوايج أخرى. غنتكلموا على باسيف مثلا في كلمات أخرى، في عبارات أخرى، غتعني لينا سلبية بالأساس، لأننا تنتكلموا هنا على كلمة مؤنثة، باسيف هي وصف لكلمة مؤنثة، فالمذكر نقول باسيف بأف في الآخر، فهمت ولا لا؟ حنا تنتكلموا الآن على لا فوا باسيف، تتعني المبني للمجهول. هذه العبارة أشنو تتعني لينا؟ مبني للمجهول. أشنو المبني للمجهول؟ المبني للمجهول هي ملي تنعرفوا بأن واحد الحاجة وقع عليها الفعل، ولكن ما تنعرفوش من عند من صدر الفعل. بحال دابا لو تيكست ا ايتي بري، اذا النص وقع لي الفعل، يعني انه تخدا. شكون اللي خدا؟ ما عرفناش. اذا هذا هو لافوا باسيف. اما الا قلنا مثلا لوتور ا بري لو تيكست، الكاتب اخذ النص، واش عرفنا هنا من عند من صدر الفعل ولا لا؟ عرفنا. اذا من عند من؟ من عند الكاتب، يعني هو اللي قام بالفعل. إذن هذا ماشي لافوا باسيف، هذا تيتسمى لافوا اكتيف. لافوا اكتيف، فهمتي؟ كما لو نقول الصوت الايجابي، ولكن المقصود به المبني للمعلوم، يعني اننا تنعرفوا شكون اللي صدر منه الفعل. إذن عندنا لو تيكست ا ايتي بري دو جورنال ليبيراسيون، او عندنا جواب اخر لو تيكست اي تيغي دان كوتيديان فرونسي، يعني ان النص اقتطف، أو كما لو نقول هنا بأنه جرى، ولكن المقصود أنه أخذ. لو تيكست اي تيغي دان كوتيديان. شنو كوتيديان؟ شنو كوتيديان؟ كلمة كوتيديان شرحناها وقلنا بأن تجي وصف،
نقول لك حاجه بان كوتيديان يعني ان يوميه. كلمه كوتيديان شرحناها فيما سبق، ان جورنال كوتيديان يعني جريده يوميه، ياك ولا لا؟ هنا في الاساس راه عندنا لو تيكست اي تيري دان جورنال كوتيديان فرونسي، هذا هو الاصل. ولكن من كثرت ما ان هذه الجرائد هي اللي معروفه بهذه اليوميه او الاسبوعيه، اذا ولينا تنطلقوا عليها فقط الوصف. هاد كلمه كوتيديان فالاصل ان تتعني يومي، تنقولوا لشي حاجه بان يوميه او واحد الفعل يومي يعني انه تيتكرر كل نهار. ولكن من كثره ما ارتبط هذا الوصف بالجريده اصبحنا نطلق عليها لو كوتيديان. لو كوتيديان المقصود يعني اليومي، تنقولوا حتى العربيه يوميه الصباح مثلا او يوميه كذا، يعني المقصود الجريده اليوميه كذا وكذا. هادو لا، اذا اصبحنا تنطلقوا فقط الوصف على هذه الجريده. ملي تنسمعوا لو تيكست اي تيغي دان كوتيديان، المقصود بان النص اقتطف من جريده يوميه. المقصود بهذا الكلام بان النص اقتطف من جريده يوميه، اذا بدل هذا نقول بان النص اقتطف من يوميه. اذا معنى هذا الكلام بان النص اقتطف من جريده يوميه، لكن بدل هذا نقول النص اقتطف من يوميه، كما عندنا هنا لو تيكست اي تيغي دان كوتيديان فرونسي. اذا النص اقتطف من يوميه فرنسيه، المقصود ان النص اقتطف من جريده يوميه فرنسيه. اذا الجريده اليوميه شنو نسموها؟ كوتيديان. لو كوتيديان. عاود لو كوتيديان تنسموها لو كوتيديان، الحمد لله. ولكن نقدروا نتكلموا على واحد الفعل نقول عنه بانه كوتيديان. ان ترافاي كوتيديان يعني عمل يومي، الحمد لله. خاص تفرقي بين هاد الحالات. عندنا هنا اسم فقط ملي تنتكلموا على جريده، ولا لو ماتان كوتيديان صباح يوم، لا تنقولوا ان جورنال كوتيديان، الحمد لله. يعني جريده يوميه. يقدر واحد يقول لك مثلا واحد الجريده سميتها لو مومون مثلا، لو مومون مثلا، حيت غالبا الجرائد تتسموا بهذه الاسماء هذو ديال الوقت ديال النهار ديال الشهر الى اخره. اذا مثلا لو مومون، غيسولك شي واحد يقول لك شنو هي لو مومون، غتقول له سيتان جورنال كوتيديان، هذه راه جريده يوميه. او الا كانت جريده اسبوعيه غتقول سيتان جورنال، سيتان جورنال كوتيديان يعني انه تظهر كل نهار. حنا بغينا جريده تظهر كل سيمانه، تظهر كل اسبوع، اذا سنسميها ماذا؟ سنسميها ان جورنال ابدومادير. ان جورنال ابدومادير يعني اسبوعيه للاشاره. كلمه جريده في اللغه الفرنسيه كلمه واش مذكره ولا مؤنثه؟ كلمه جريده باللغه الفرنسيه واش كلمه مذكره ولا مؤنثه؟ جريده ايه مذكره، مذكره ماشي بحال اللغه العربيه، فهمتي ولا؟ تنقولوا ان جورنال. هذاك الشيء شنقولوا هنا؟ ان كوتيديان او لو كوتيديان. ماشي الا كانت في اللغه العربيه مؤنثه في اللغه الفرنسيه تكون مذكره، لا، تمشيو على حساب المتعارف عليه في اللغه، فهمتي ولا؟ الناس ديال هاد اللغه هكا تعارفوا على واحد الشيء حوايج، هذه خلاوها مذكره، هذه خلاوها مؤنثه، فهمت ولا؟ حنا تنديروا شويه ديال المقارنه، بعض المرات تمشيو مع داك الشيء في العربيه وتنطبقوه على الفرنسيه، هو لا، خاصنا نشوفوا هذوك الناس اشنا المميزات اللي عاطي لكل كلمه، فهمت ولا؟ اذا لو تيكست اي تيغي دان كوتيديان فرونسي، اذا النص مقتطف من يوميه فرنسيه، المقصود من جريده يوميه فرنسيه، ليبيغاسيون اللي تتسمى ليبيغاسيون، داتي داتي دو ماردي 5 سبتمبر 2000. عندي داتي، اشنو هي داتي؟ داتي المقصود شهري، كي كونسيرن ان دات، كي كونسيرن ان دات الذي يهم تاريخا. اذا عندما نقول داتي المقصود انها مؤرخه، مؤرخه يعني انها تترجع لهذا النهار، فهمتي؟ داتي داتي دو ماردي 5 سبتمبر 2000 يعني انها مؤرخه بالثلاثاء 5 سبتمبر 2000 يعني في 2000. في السؤال الثاني عندنا اوبسيرف ليليستراسيون كيل رابور بو تو ايتابليغ. اوبسيرف ليليستراسيون، ليليستراسيون يعني التوضيح، ولكن المقصود هنا الصوره. كلمه ايليستراسيون تجي من فعل ايليستري يعني وضحها، الحمد لله. ولكن تطلق ايضا
على الصورة. إذا observe l'illustration يعني انظر، لاحظ. عندنا لو فيرب، اش من فيرب هذا؟ observe. كيل فيرب؟ سي لو فيرب سي لو فيرب observe. شنو هي observe؟ هي لاحظ. لاحظ هنا عندنا لاحظ. شنو هي observe؟ لاحظ. observe كوا؟ observe l'illustration. 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 Ah quoi? L'illustration. 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 Ah. Observe l'illustration. Quel rapport peux-tu établir? Je n'ai quel rapport? Ayu alaqa. Je m'en alaqa. Quel rapport? Andi. Quel rapport peux-tu établir? Je n'ai peux-tu. Je m'en verbe. C'est quel verbe? Peux-tu. C'est quel verbe? C'est le verbe? Tuer. Pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Quelle est la signification du verbe pouvoir? Que veut dire pouvoir? Je ne tiens ni pouvoir. Istata ou kadora alashi. Je peux, yani ana astati. Ou tu peux, yani anta astati. Tu peux. Audia. Tu peux. إذن أنت تستطيع أو أنت تستطيعين، ولكن peux-tu شنو المقصود بها؟ peux-tu هو يستطيع. راه سؤال ولا هنا peux-tu؟ راه سؤال. هنا كيف استطيع؟ السؤال في الحقيقة تيجي من كال، فهمت ولا؟ راه ممكن نقول peux-tu établir، هل أنت تستطيع؟ واش ولا لا؟ ملي تكون عندنا صيغة الشكل يعني راه المقصود بها غالبا سؤال. عموما ملي تتكون عندنا بحال هاد الصيغه peux-tu في الغالب تتعني سؤال. نقول peux-tu établir، هل تستطيع انشاء. établir يعني انشاء، c'est le verbe établir. هل تستطيع انشاء peux-tu établir؟ طبعا عليك ان تكمل الجمله، ولكن حنا ما عندناش peux-tu établir، عندنا quel rapport، اي علاقه. Peux-tu établir؟ أنت تستطيع. طبعا كلمة rapport عندها معاني أخرى، ولكن اللي تعني لنا هنا أن تعني بحال لا تنتكلم على واحد العلاقة. Quel rapport peux-tu établir؟ أي علاقة أنت تستطيع établir إنشاء. طبعا عندنا هنا établir كما لو نقول أنشاء أو إنشاء. إذن أي علاقة أنت تستطيع إنشاء؟ طبعا إنشاء. السؤال ما زال ما كملش. entre le geste du personnage et le titre du texte. عندي quel rapport peux-tu établir؟ أي علاقة أنت تستطيع إنشاء، المقصود إنشاء entre le geste، يعني بين le geste، بين هاد الحركة اللي تشوف فيها هنا على الصورة. على الصورة شنو تشوف في الصورة؟ هاد الشخص يشير إلى شيء على الصورة. ما هو الشيء الذي يشير إليه؟ الفم. يشير إلى السكوت. يقول لك اسكت. quel rapport peux-tu établir؟ أي علاقة يمكنك أن تنشئها entre le geste، بين هاد الإشارة اللي عمل الشخص على الصورة، du personnage، طبعا إشارة الشخصية كما عندنا هنا، et le titre du texte. هو شنو هو le titre du texte؟ le titre du texte. ah c'est quoi le titre du texte؟ Le titre de texte, un nom de mutisme. Ah, c'est un nom de mutisme. إذن هذا هو عنوان لو تكست. إذن واش ممكن ندير واحد العلاقة بين هاد الصورة وبين هاد العنوان اللي شفتي الآن؟ الصورة شنو تتكلم؟ تتكلم على سكوت. ثم عندنا صور أخرى صغيرة بجانبها. إلي كخي دي فخاز غريفوني إيسي. إلي كخي دي فخاز غريفوني سور. سور لو تابلو. إيسي كسكيل في؟ Elle écrit des emails. Ici, elle écrit des emails sur son PC, comme vous le voyez ici. Et c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit des phrases griffonnées. Ah, ce sont des mots qui ne sont pas clairs. Elle écrit des mots qui ne sont pas clairs. C'est la relation qui est entre l'unwan ou bien la sourah. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une relation ou est-ce qu'il y a une relation? Il y a une relation. Quelle est la relation? Elle est où l'unwan? Tu as dit un nom de mutisme. سنة سكوت. إذن سكوت وحقاش أنا مسامحة. إذن شنو هي العلاقة اللي كاينة بين العنوان وبين الصورة؟
سكوت. سكوت. إذن ماذا سنقول؟ إذن ممكن أننا نقول مثلا le rapport qui peut être établi entre cette illustration et le titre du texte, c'est quoi? Le silence. إذن ممكن أننا نقول مثلا la photo indique le processus de silence adopté par l'étudiant américain. إذن سنتكلم هنا الصورة توضح مسار السكوت. La photo indique le processus de silence adopté par l'étudiant américain. إذن نقول بأن الصورة تمثل مراحل السكوت التي أخذها الطالب الأمريكي. إذن il montre ensuite certains des moyens de communication adoptés tels que les courriers électroniques. Il montre ensuite, يعني أنها تبين بعد هذا certains des moyens de communication, يعني أنها تبين بعض وسائل التواصل. طبعا هو حبس وسيلة التواصل الكلامية. طبعا هي وسيلة مهمة باش الإنسان يتواصل مع بعضياته. كلام مهم. هذه وسيلة مهمة للتواصل بين الناس. هو طبعا عطل هذه الوسيلة. إذا بقات عنده وسائل أخرى هي التي أتت في الصورة. إذن il montre ensuite certains des moyens de communication. إذن هي توضح بعض وسائل التواصل. il montre ensuite certains des moyens de communication. يعني أنها هي توضح بعد هذا يعني الصورة بعض وسائل التواصل. adopté. c'est le verbe adopté. adopté يعني تبنى. يعني أنك تتأخذ واحد الفكرة تطبقها عندك تتبناها. تتبنى يعني أنها تتعجبك وتطبقها. فهمت ولا؟ إذن هو عجباته هذه الوسائل يتواصل بها. إذن هي أدوبتي يعني أنه تبناها. كما نقول بأنها متبنات. فهمتي؟ فعلها. يعني متبنات يعني أنه خداها عنده باش يطبقها. إذن هي متبنات. إذن استخدمها. إذن il montre ensuite certains des moyens de communication adoptés tels que les courriers électroniques. ياك les courriers électroniques مثل الرسائل الإلكترونية. ليكريتور غريفوني ثم الكتابة المقرمشة أو المخرمشة ثم الكتابة الغير واضحة أو لوتيليزاسيون دي جيست سو كي غوفليتي باغ لو تيتخ إي لوتيليزاسيون ثم استعمال تنتكلمو على لو فيرب يوتيليزي يعني استعمال أو لوتيليزاسيون دي جيست أو استعمال إشارات سو كي غوفليتي باغ لو تيتخ وهو المعكوس من قبل العنوان وهو ما يعكسه العنوان. العنوان يشير إلى هذه الأمور التي ذكرنا. الحمد لله. إذن هناك علاقة. إذن نقول أيضا لو جيست إيت أون إنفيتاسيون أو سيلونس. لو جيست إيت أون إنفيتاسيون أو سيلونس. لو جيست إيت أون إنفيتاسيون أو سيلونس. إذن على الصورة اللي تنشوفو داك السيد داير صبعو على فمو. إذن ستان جيست. شنو المقصود هذه؟ هذه إشارة. إذن ستانجست ستانجست حيت كلمة مذكرة كلمة مذكرة لو جيست كلمة مذكرة يعني إشارة ماشي بحال اللغة العربية نقول إشارة كلمة مؤنثة إذن عندنا هنا لو جيست الإشارة اللي عمل داك الشخص في الصورة شنو هي هذي ستانجست ولا لا؟ شنو هي جيست؟ إشارة إشارة إذن ستانجست إذن هاد لو جيست إيت أون إنفيتاسيون أو سيلونس هي دعوة للسكوت إذن في هذيك الصورة كما تنشوفوا تيقول الناس سكتوا ياك باختصار ببساطه بلا ما يتكلم يعني عامل اشاره انا لا اذا لو جيست ايت اون انفيتاسيون او سيلونس طبعا كلمه انفيتاسيون تعني الدعوه بعد مره تيقول لك شي واحد تسلمت لانفيتاسيون يعني انني تسلمت الدعوه شي واحد عامل وليمه مثلا تيرسل رسائل تفرق شي ورقات على الاشخاص تقول لهم مرحبا بكم عندي اذا هادو سوسون دي انفيتاسيون هادو دعوات تجي من فعل انفيتي انفيتي يعني دعاء يعني انك تتعرض مثلا مثلا جي انفيتي دي زامي يعني انا عرضت على اصدقاء جي انفيتي دي زامي او بيان جي انفيتي مي زامي يعني انا عرضت على اصدقائي المقصود انني دعوت اصدقائي لحفل مثلا اذا نتكلم عن لو فيرب انفيتي او كما عندنا هنا نتكلم عن اون انفيتاسيون هنا الشخص واش عرض على هاد الناس من خلال الصورة إذا من خلال الإشارة واش هاد الشخص تعرض على الناس لشي وليمة الناس علاش يعرض عليهم هنا الوليمة هذاك السيد في الصورة عامل الأسبوع ديالو على الفم ديالو
إذا من خلال هاد الإشارة اللي عمل على الصورة، واش هاد الشخص تعرض على الناس؟ هل هو يدعو الناس إلى حفل مثلا؟ لا. إذا لأي شيء هو يدعو الناس؟ يدعو الناس إلى السكوت. هذا هو اللي عندنا هنا. لو جيست إيت أون إنفيتاسيون أو سيلونس. إذا هاد الإشارة هي دعوة للسكوت. لأنهم يريدون أن يسكتوا. آه صافي، هو يدعوهم للسكوت. هو يدعوهم لأن يسكتوا. إل إليستر. إل إليستر. إذا هي توضح. قبل قليل رأينا أوبسيرف لليستراسيون، أنظري الصورة، كما لو نقول أنظري التوضيح، فهمتوا ولا؟ إذا هنا عندنا لو فيرب إليستري، هذا فعل وضح. إذا هاد الإشارة، طبعا كلمة إشارة في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة، نقول لو جيست. إذا نقول هنا إيل، إذا تنتكلموا على لو جيست، يعني على الإشارة. إيل إليستر، يعني هي توضح. إذا الإشارة اللي تنشوفوا على الصورة اللي عامل الأسبوع ديالو على الفم ديالو، هاد الإشارة إل إليستر، يعني أنها توضح. توضح ماذا؟ بارفيتمون، توضح بشكل كامل. لو مو ميتيزم، توضح كلمات ميتيزم. إيسوي، شنو إيسوي؟ إيسوي بحال جاية، عقل هاد الكلمة تستعمل بزاف. إيسوي يعني جاية. من جاية؟ جاية منين؟ دو ميي، دو ميي، يعني أن تأتي من ميي. ميي بالنسبة للمذكر، ميت بالنسبة للمؤنث، المقصود بها أبكم، أخرس، صامت. فهمت ولا؟ نقول عن شيء بأنه ميي أو ميت في حالة المؤنث المقصود بها أبكم، أخرس، صامت. إذا نقول عن شخص بأنه ميي، يعني أنه أبكم. فهمت ولا؟ بيرسون بريفي دو لا بارول. إذا كما لو نتكلم عن شخصين بريفي، بيرسون بريفي دو لا بارول، إذا نتكلم عن شخصين محرومين من الكلام. شخص محروم من الكلام، المقصود أننا نتكلم عن أبكم. إذا نقول ميي أو بيان ميت. إذا كلمة ميتيزم كما نرى هنا إيسو دو ميي، إذا إيسو دو ميي، يعني أنها تأتي من كلمات أبكم. ميت يعني بكماء. كيديزين، كيديزين التي تعني لاتيتود، لاتيتود يعني أنها تتعني بحالة تتكلموا على الحالة دو كيلكا، حالة شخص كي غاست سيلونسيو. إذا نتكلم عن حالة شخص كي غاست سيلونسيو، الذي يبقى صامتا. فهمتوا ولا؟ كلمة ميتيزم أنها تتعني حالة شخص يبقى صامت، بحالة تتكلموا بالدارجة على تزنزين. إذا نقول عن شخص بأنه زيزون، إذا بمعنى آخر ميتيسم تتعني تزنزين، حالة ديال تزنزين. إذا نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.